العادة اللي ما نحيدهاش في رمضان هي صلاة التراويح. يعني صلاة التراويح عندي من الضروريات، نحاول أنني ما نفلت حتى نهار. تربينا عليها ملي كنا صغار، نمشيو مع الأب ديالنا، نمشيو مع الإخوان ديالنا، مع كذلك مع أولاد الحومة. يعني هذه داخلة في الشعائر ديالنا الدينية، في يعني في التقاليد، في كل شيء. أنا صلاة التراويح من الضروريات بعد الفطور، مسائل ضرورية عندي في الفطور. مثلا الحليب، التمر، كمية قليلة. أنا ماشي ضد الحريرة، ولكن من نشرب الحريرة نتقال، إذا نحاول الحريرة نخليها. نبغي شي حاجة خفيفة، نبغي يعني أي سلطة، أي فواكه خفاف، شي حاجة، المهم أي حاجة باش تبقى خفيف وكذلك ما تضرش. لأن كما تعرفي الإنسان نهار كامل ما كاليش، فكتجي لك الاستوما كتعطيها الماكلة شوية صعيبة، يعني تصحيا ولا كذلك حتى يعني سبيريتويال ما تجيش على أنك تاكل بزاف. ونصح ومنها كنصح الناس كاملين اللي كيشوفوا على أنهم في رمضان ما يبالغوش فيه بزاف، أنهم يبتعدوا على الدهنيات، يبتعدوا على السكريات بزاف. كما شفتي حنايا الأكل ديالنا طاغي عليه الدهنيات، طاغي عليه السكريات الشباكية، الحلويات، فيعني يمشيو شوية بشوية، لا مزيانة لا الصحة ديالهم لا الجيب ديالهم. الطرائف اللي وقعوا لي ماشي بزاف، لأن أنا في رمضان ما نخرجش بزاف. رمضان نبغي نبقى في الدار، يعني نقعد في الدار ما نخرجش. نخرج في التراويح، ماشي طرائف، ولكن بعد لي زانسيدون اللي كيوقعوا هو أنني في البداية ديال شهر رمضان نساو على أن رمضان، وشحال مرة غلطت وشربت الماء. يعني شحال مرة غلط، كنا يعني سبحان اللي ميسها. وبالخصوص ديك الوقيتة اللي قبل المغرب، يعني ما يكونش بزاف. شحال مرة نكون نعاون الوالدة ديالي في الفطور، تكون تحضر الفطور، فنكون نعصر العصير وننسى بعض المرات. يعني لو كنت في الكوزينة ما كنديرهاش بالعاني، ننسى، ولكن الحمد لله يعني الدين ديالنا دين يسر، وانه مسهلنا الامور. انا كتكمل النهار ديالك ومن بعد تعاودوا. يعني ماشي قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.